من خلال كتلة ضمانة الجبل يلي بترأسها الأمير طلال، من خلال تكتل لبنان القوي يلي كلنا سوا رح نكون فيه ندعم العهد وندعم الجبل وندعم كلنا سوا استعادة الحقوق للمسيحيين وللدروز بالجبل واستعادة الحياة المزدهرة والإنماء للجبل، وكمان لإنشاء جبهة وطنية أوسع من التكتل بقيادة وقاعدة قيادية وشعبية تقدر تكون عم تقوم بهيدي المهمة على مستوى كل المناطق وكل الطوائف. سمعنا بالانتخابات استعمال واستحضار للغة الحرب، كان الهدف منا انتخابي، أكيد نحن ما حنستحضر معنا إلا لغة السلام والمصالحة والعودة الكاملة للجبل تعيشوا أهلنا بالجبل من كل المذاهب ومن كل الفئات السياسية بسلام واطمئنان لمستقبل اللي وعدهم. بس هيدي بداية، هالأربع نواب اللي ربحناهم بفضل تمثيلنا المشترك نحن والمير وكل يلي تعاونوا معنا وبفضل إصرارنا على استعادة حقوقنا، رح يكون في عنا إصرار مضاعف لاستكمال هالإصلاحات هيدي، لأنه نحن لو ما صار اللي صار من تخويف الناس لتخفيض نسب المشاركة واثنين برفض استعمال البطاقة الممغنطة والميجا سنترز لتخفيض كمان نسبة المشاركة بالانتخابات، أكيد كان بيكون في عنا 5 أو 6 نواب بهالانتخابات هيدي. قابلين بهالخسارة، المهم بدأ التغيير في الجبل وترجمته العملية والسلمية الديمقراطية رح تكون بهالأربع سنين الجايين استعدادا لانتخابات قادمة نأمل فيها بمزيد من الحضور والمشاركة واستعادة الدور السياسي الكامل في الجبل. هيدا عهدنا لأهلنا بالجبل نعمله نحن والحزب التقدم الاشتراكي، وطريقنا طويل إنما ثابت، وإن شاء الله ما بيكون فيه إلا الأخبار طيبة. مش مشكلة. ما عليه فيكم ما مشكلة ما مشكلة لا أبد. يعني أولا نحن اليوم بدنا نأكد على التحالف اللي له أبعاده أكثر من انتخابية واللي أكدنا عليه بلقاء خلدي مع خاينا الوزير جبران باسيل. نحن نعم داعمين للعهد، نحن مع التكتل الذي يدعم العهد وشركاء مع العهد وكل من يحب أن يدعم مسيرة قيام الدولة على حساب قيام المزرعة اللي دفعنا أثمانها كتير باهظة خلال السنوات الماضية واللي كلفت الدولة الكثير. نحن في الجبل جسم واحد، نحن في الجبل كتلة واحدة، أنا وزملائي اللي طلعوا ونجحوا مع سوا نجحنا سوا في الجبل لنعبر عن هذا الموضوع. ونحن بهذا الانتصار الكبير اللي حققناه أعدنا الشراكة على أرض الجبل وأعدنا للمصالحة عنوانا الكبير التي هي فعل إيمان وليست شعار بنبت من حين إلى آخر فقط للاستغلال السياسي أو الانتخابي. أهل الجبل دروز ومسيحيين، مصير العيش الواحد مش العيش المشترك أو التعايش كما البعض بحاول يعبر عنه، العيش الواحد. وهذا الجبل مثل ما كان بالماضي سيبقى قلب لبنان النابض بأهله، ونحن ما عندنا أي هدف لإلغاء أحد، إنما أيضا لا نقبل بأحد أنه يلغينا
مثل ما كان حاصل في السنوات السابقة. وبالتالي ما بحياتي عملت شيء واستحيت فيه. نعم أنا متحالف على رأس السطح مع الإخوة الكرام في التيار الوطني الحر، وهذا التحالف هو تحالف سياسي بامتياز لدعم العهد ولدعم أبناء الجبل بكل ما يعني الجبل من إنماء وازدهار وسلام، لأنه فعلا الجبل دفع أثمان باهظة نحن بغنى أن نعيدها، وبدنا نفكر بمصلحة الجيل الصاعد من لأي طائف انتمى بمستقبل وبعيش كريم يقدر يعيش فيه بكرامته وبعزة نفسه وبخدماته اللي هي جزء أساسي من هذا الموضوع. وشكرا. في صلح بدي صلح اللبسوس اللي صار، لأنه هيدا بيأكد إنه ما حدا بده يلغي حدا بالجبل، وهيدا بيأكد إنه الكلام اللي استعمل إنه إذا سقط واحد من لائحة المصالحة تسقط المختارة، سقطوا 4 أعضاء من لائحة المصالحة، نجحوا 4 من لائحتنا بس ما بتسقط المختارة، بتضل عمراني بناسا وبأهلها وبما تمثله بالجبل وبلبنان. بس كمان نحن جايين لنقول إنه عقلنا منفتح لنتعاطى مع الكل، إنما سوا بدون ما حدا يقدر أو أي كلام يقدر يفصلنا، وبسوية مع الجميع، وهيك بيعمر كل الجبل وما بيسقط حدا فيه. تمام. تفضل.